أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت في حكم تكسير الآلات المعازف والصور بدون إذن أصحابها، وهل يجوز إتلافها خفية وبدون علم أصحابها، أم أن هذا منوط بولي الأمر أو من له على أصحابها نوع رياسة؟ أنا قلت هذا، أجبت عنه قبل أن تسألوا. أو يجب إتلافها كما علمتم، لكن من الذي يتلفها؟ يتلفها من له سلطة وأمر من السلطان أو الأمير أو رجال الحسبة، يتلفونها. وصاحب البيت، صاحب المحل، يتلف ما فيه لأن له سلطة عليه. نعم.